السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا. السلام. يا مرحبا بكم. طارق شيخنا. طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طارق معنا شيخنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا صالحا. قلتم حفظكم الله تعالى: الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى وآله ومن سار على نهجه وقال بمقاله، وبعد. جمعت هذا الكتاب ليكون دليلا على أصول العقائد الواردة عن أسلافنا الصالحين وبعض من نقل عنهم من العلماء المتقدمين، عسى أن ينفع الله بها الراغبين وتكون سندا للعالمين والمتعلمين. سميته كما اقترح علي أحد إخواننا: الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة، وسأضيف إليها الأسانيد في نسخة أخرى بإذن الله تعالى. ومعنى المنضدة المجموعة المرتبة، وقد حرصت عند تعدد المصادر اعتماد مصدر واحد لكي لا يكون هناك تدليس عند الإسناد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كما سمعتم في المقدمة، هذه عقائد مختصرة، وحرصت على أن إذا جمعتها، بعض العقائد هذه قد جمعت من أكثر من مصدر أو رويت في أكثر من مصدر من كتب أهل العلم المسندة، فاقتصرت على مصدر واحد، لم أحاول أن يعني ألفق بين النسخ أو ما شابه ذلك، وإنما مصدر واحد لتكون عقيدة مروية بإسناد كما سترون. طبعا النسخة الأخرى أنا لم أرفعها بعد، رفعت فقط ما سيقرأ اليوم لأن لم أتم الأسانيد لباقي الكتب. أحسن الله إليكم. وفي هذه النسخة أضفت أسانيدي إلى هذه العقائد، وحاولت الاختصار، ولو شئت التطويل لذكرت من الطرق ما يمل. أحسن الله إليكم. ذكرت من الطرق ولو شئت التطويل لذكرت من الطرق ما يمل القارئ، ولكني اختصرت، فلم أذكر جميع من أروي عنهم بالقراءة والسماع، ولا جميع ما جمعته في ثبتي من أسانيد، سائلا الله تعالى أن يجعلنا من السالكين سبيل السلف الصالح، فهو القائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، وقال: واتبع سبيل من أناب إلي، ولا يجعلنا ممن قال فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اعتقاد عمر بن عبد العزيز. قرأت على شيخنا أحسن الله إليكم إظهار الإسلام التشودوري، وهو عن عبد العزيز ابن باز إجازة عن عبد الحق الهاشمي. وقرأت على يحيى بن عثمان المدرس، وهو عن عبد الحق الهاشمي، عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي، عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، عن جده محمد بن عبد الوهاب، عن عبد الله بن إبراهيم النجدي، عن أبي المواهب ابن عبد الباقي الحنبلي، عن محمد ابن بدر الدين البلباني أحسن الله إليكم، عن أحمد بن يونس العيثاوي، عن ابن طولون. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر الصالحي. أنا أبو عبد الله محمد أخبرنا أبو عبد الله محمد بن جوراشي. أخبرنا أبو بكر بن المحب. أخبرني ابن حازم. أخبرنا أبو يوسف ابن الحسن. أخبرنا أبو يحيى العلبي العلبي، والله أعلم، أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو يحيى العلبي. أخبرنا أبو الوقت بن شعيب. أخبرنا أبو يوسف الهروي. وقرأت على محمد بن عبد الله الشجاع عبادي، عن محمد علي بن محي الدين، عبد الرحمن اللكهوي، أحسن الله إليكم، عن عبد المنان بن شرف الدين الوزير عبادي، عن الشوكاني،
عن عبد القادر الكوكباني. أحسن الله عليكم. عن عبد القادر الكوكباني، عن الأمير الصنعاني، عن أبي طاهر الكوراني، عن أبيه، عن أبيه إبراهيم الكوراني، عن شمس الدين الميداني الدمشقي، عن الشهاب أحمد الطيبي الدمشقي، عن السيد كمال الدين، عن أبي العباس بن عبد الهادي، عن عائشة بنت عبد الهادي قالت أجازنا الحجار قال أنبأنا، قال أنبأنا ابن التي، أحسن الله عليكم، قال أنبأنا ابن التي عن السجزي، عن أبي إسماعيل سجزي أحسن الله عليكم، قال أنبأنا أبناءنا ابن التي عن السجزي عن أبي إسماعيل الهروي قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن محمد الفراش، أخبرنا شافع بن محمد، أخبرنا أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، حدثنا المزني، وحدثنا الشافعي، وسمعت عبد الله بن المؤمل حسن الله عليكم ابن المؤمل المخزومي يحدث عن عمر بن عبد العزيز، لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. قال الهروي نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا جيد. طبعا عقيدة ابن عبد العزيز أخذتها من ذم الكلام للهروي. في هذه المسألة هنا في هذه الفقرة تكلم عن مسألة مهمة، قال لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. كان أمرهم مستقيما، كانوا على الصراط المستقيم، لكن لما جاء المولدون الذين ولدوا من سبايا الأمم، جاءوا من أمم أخرى لهم آراء أخرى، جاءوا من بيئات مختلفة، حديثوا عهد بدين أو ما شابه ذلك، بعضهم يريد أن ينتصر لمذهب قومه، بعضهم يريد أن ينزل فكر قومه في الدين، بعضهم يريد أن ينتقم من هؤلاء الذين سبوا أهله. هذه أسباب مختلفة لأن يتكلم أهل الرأي الباطل فيضلوا أهل الحق. فإذا طبعا هو لا يذم بشكل عام الذي هو ليس من جنس أو لا يذم أهل جنس معين، ولكن أكثر من أفسد عندما نتكلم عن الإسلام، أكثر من أفسد هم أناس جاءوا من بيئات أخرى، جاءوا من أجناس أخرى، جاءوا بعضهم أراد الإفساد وبعضهم أراد إدخال آرائه التي كان يعتقدها قبل دخول الإسلام، أراد أن يضيفها إلى الإسلام فحرف وغير وبدل. فحذر من هذا، وطبعا ذكر أمر بني إسرائيل، ونحن أمتنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن، يعني لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. فالسنن التي كانت عند بني إسرائيل هذه توجد في 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 حالتنا نحن. نعم. أحسن الله إليكم. قال الهروي أخبرنا غالب بن علي، أخبرنا محمد بن الحسين، أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حمدان الفقيه الحنبلي بعكبرة، أخبرنا أبو بكر الأدمي، أخبرنا أبو بكر الأدمي المقري، حدثنا زهير بن عمير، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر إذا أضفته إلى الأثر السابق تفهم منهاج أهل الحق فهما جيدا. لا كلام، لا رأي، لا يتقدم أحد على ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، احذروا، لا تقتربوا هذا الباب، لا تتقدم برأيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترفع صوتك فوق صوت الرسول عليه الصلاة فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن ترفع صوتك، فكيف أن تقدم رأيك على قوله صلى الله عليه وسلم؟ فمنهاج أهل الحق ومنهاج أهل السنة هو اتباعه عليه صلوات الله وسلامه، فلا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف هذا الأثر
وأمثاله وما ذكرت من قول الله سبحانه وتعالى في الحجرات يعلمه كل أحد، ولكن هل يطبقه كل أحد؟ هذا شيء صعب أن تجده كتطبيق واقعي عند كثير من الناس، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال الهروي: وأخبرنا أبو يعقوب، وأخبرنا علي بن محمد بن الرزين والحسين بن أحمد. قال أبو يعقوب، أحسن الله إليكم. قال الهروي: وأخبرنا أبو يعقوب، أخبرنا علي بن محمد بن الرزين والحسين بن رزين والحسين بن أحمد. قال: أخبرنا أحمد بن يونس البزار أبو إسحاق، حدثنا الحسين بن إدريس، حدثنا أحمد بن خالد بن خلال البغدادي بسامراء، حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا عبد الله بن واقد أبو رجاء الهروي، أبو رجاء الهروي عن شهاب بن خراش عن الثوري قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: سلام عليك، أما بعد فإني أوصيك. طبعا الرجل هذا هو ابنه، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. سلام عليك، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده، فقد جرت سنته، وكفوا مؤنته، ثم أعلم أنها لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. هذه المقدمة لهذه الرسالة مقدمة مهمة جدا. أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لا يستقيم فعله إلا مع ترك ما أحدث المحدثون. لا يمكن أن تجمع بين سنة وبدعة، فقال: وترك ما أحدث المحدثون بعده، فقد جرت سنته وكفوا مؤنته. كفوا مؤنة أن يحدثوا أشياء جرت وعلمت وبينت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ليس علينا أن نخترع دينا، أن نأتي بأشياء من عندنا، فقد جاءنا الدين واضحا جليا من عند الله سبحانه وتعالى، أنزل صافيا. فليس علينا، الحمد لله الذي لم يكلفنا بشيء لا نستطيع، لم يكلفنا بأن نخترع أشياء من عندنا لنتعبد بها، هو الذي علمنا. لم يكلفنا أن نخترع تصورا عن الإله الذي قد لا أو ليس قد الذي لا يمكننا أن نراه، لم يكلفنا بذلك، بل هو أخبرنا بصفاته، فلا نحتاج إلا إلى التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم أعلم أنها لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. يعني من قصص الأمم السابقة، من بدع الأمم السابقة التي ذكرت في القرآن، مما جاء في النصوص مما يحذر من أصول هذه البدع. فلو ربطت كل بدعة بأصلها الذي بنيت عليه لوجدت ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جرى في زمن الصحابة ما يدلك على هذه البدعة وعلى شناعتها وعلى خطرها. قال: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. لزوم السنة يعصمك من الوقوع بالبدع، لأنك ما التزمت هذا الطريق، كلما التزمت التزاما حسنا فإنك ستبعد عن الطرق الأخرى، تمشي في طريق واضح بين سهل، فإنك لن تزوغ ولن تلتفت إلى الطرق الأخرى التي توصلك إلى مهاون أنت لست تريد أن تصل إليها، ولكنك إذا كنت تلتفت في سيرك فستغتر بهذا وتغتر بذاك وتزوغ. فعليك أن تلزم، فإذا لزمت تعصم من الله سبحانه وتعالى. فإن السنة نعم صلى الله يعصمكم من الزلل. فإن السنة سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والتعمق والحمق. نعم، السنة الذي سنها عليه الصلاة والسلام رسول الله هو يعلم ما في خلافها، يعلم أن خلافها خطأ وزلل، يعلم أن مغايرة هذا سلوك هذا الطريق سلوك طريق غير هذا الطريق يعلم أن فيه خطأ وفيه زللا وفيه تعصب فيه تحمق فيه مخالفات. فإذا أنت تقتدي بالذي أمرت بالاقتداء به. نعم، أحسن الله عليكم.
فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل فيه لو كان أحرى فإنهم هم السابقون. ولئن كان الهدى ما أمنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. لعلها ما أنتم عليه. ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. هنا يقول فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، القوم يعني السابقون، الأسلاف، الماضون، الصحابة، صحابة رسول الله، التابعون. إيه أنت لا ترضى لنفسك أن تسلك سبيلهم، وهم الناس الذين رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعيهم، الذين تعلموا على أيدي الصحابة، والذين اقتدوا بالصحابة واهتدوا بهدي الصحابة. ألا ترضى لنفسك أن تسير على سبيلهم إلا أن تزيد عليهم؟ هل هذا هو السلوك الصالح؟ لا بد لك إذا أردت أن تسلك السبيل الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى أن تسلك سبيل الذين رضي الله سبحانه وتعالى عليهم، فلا بد أن تسلك هذا السبيل، فرضه لنفسك، ولا تبحث عن سبيل آخر إذا كنت من العقلاء، فإنهم هؤلاء الأسلاف الصالحون عن علم وقفوا، مسألة وقفوا فيها، مسألة لم يخوضوا فيها، ما توقفوا عنها جهلا ولا خوفا، ولكن عن علم، لأنهم يعلمون أن الخوض فيها لا يجوز. وببصر نافذ كفوا، تركوا بعض البدع، تركوا بعض الأمور ببصر وبصيرة تلقنوها وتعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباعهم تعلموها منهم. ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، بعض الغوامض وبعض الأمور التي يحاول الناس أن يستخرج بعض الأحكام التي توافق بعض آرائه، يستخرجها من آية كذا ويقول هذه مقصود بها كذا وهذه مقصود بها كذا. الصحابة أولى وأعلم بذلك، أعلم بلغة العرب منك، أعلم بهدي النبي منك، أعلم بما ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهم، فهم أقوى منك على كشف الأمور وعلى تأصيل المسائل. وعندما يكفون عن مسألة ويقولون ويعرضون عنها ويعرضون عن بدعتك التي أنت ترى أنها من الدين، هم ما أعرضوا عنها عن جهل وعلمته أنت كما سيأتي بعد قليل الأمر. فنعم، هم كذلك هم أهل الفضل، لو كان في هذا فضلا لكانوا هم أولى به منا ومنكم. فإذا لا بد لك من سلوك سبيلهم، ليس لك سبيل صحيح إلا سبيلهم. قال فإنهم هم السابقون، هم الذين يعني وصفوا بالسبق إلى الخيرات. قال ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، إما نحن السابقون، أو ليس نقول للمبتدعة، إما أنكم أنتم السابقون أو السلف هم السابقون. من؟ حدد، الصحابة أم أنتم؟ من الذي سبق في حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذه الأشياء البدع التي يفعلونها، يقولون لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها. طيب، من الذي سبق في حب النبي؟ أنتم أم الصحابة؟ سيقولون الصحابة. طيب لماذا أنتم الآن تسابقونهم بطريق وتبتدعون طريقة تدعون أنكم بها تسبقون وتصلون؟ لو كان فيها خير، هم يؤصلون مسألة أنا أنظر إلى الوقت، يتكلمون عن مسألة، هل كل ما تركه الصحابة حرام؟ نقول ليست القضية هل كل ما تركه الصحابة من أشياء، قد بعض الأشياء دنيوية هي أساساً لم تكن في زمانه، هذه ليس الكلام عنها، وليس الكلام عن أصول مسائل الدين، وليس الكلام عفواً ليس الكلام عن مسائل الدنيا، وليس الكلام عن بعض ما يتعلق بتأصيل بعض المسائل، مثل تقعيد بعض قواعد اللغة ولا تقعيد قواعد التجويد وما شابه. هذه مسائل خادمة، لكن نحن نتكلم عن ابتداع أصول في الدين وابتداع عبادات، فهذا من الأسبق ومن الأولى بالسبق فيه؟ أنت تسابق في ميدان ليس ميدانك، ميدان أنت تعلم أنهم سبقوك،
فتسير في غير طريقهم تظن أنك ستصل، هذا غير ممكن. فإذا كنتم أنتم أهل الهدى يا أيها الذين ابتدعوا، فعند ذلك إذن أنتم سبقتم الصحابة، وهذا قطعا لا يجوز، ليس في إذا رجعت إلى الكتاب والسنة والعقل تجد أن ذلك كله باطل. نعم. أحسن الله إليكم. ولا إن قلت حدث بعدهم حدث، ما أحدثه إلا من تبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. هنا إذا قال شخص أنا ابتدعت بدعة لأن الزمان تغير ولأن الناس تغيروا ولأنه حصل كذا وكذا وكذا، فتقول ما الذي جعل هذا هذا الأمر يحدث؟ ما الذي جعل الناس يتغيرون دينيا؟ ما الذي جعل الناس يعني مثلا عندما يأتون بمسألة مثل المولد الاحتفالية هذه التي يفعلونها في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون نحن لأن الناس أعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى اخترعنا لهم عيد المولد لكي يأتوا المسجد ونحكي لهم السير. طيب الناس أعرضوا عن دين الله، لماذا أعرضوا؟ أليس بسبب بدعكم؟ أليس بسبب أنكم لم تكونوا أسوة صالحة لهم؟ أليس بسبب أنكم لم تعلموهم المنهج الذي يجعلهم يتعلقون بدينهم؟ فأنتم تصلحون أنفسكم وتصلحونهم على المنهج النبوي، وليس أن تخترعوا لهم بدعة. تقول هناك أناس مثلا ملاحدة، ويأتي الجهم بن صفوان بعقيدة الجهمية لكي يرضي بها الملاحدة، ألحد هو، كفر هو، كفره أهل العلم. طيب ما أنت، ما الذي جعلهم يقعون في هذا الزلل؟ أنت وقعت في نفس زلالهم. فإذا كما قال ولا إن قلت حدث بعدهم، بعد زمان السلف حدث ما أحدثه إلا من تبع غير سبيلهم، فأنت تدعوه إلى سبيل آخر، لا أدعوه إلى سبيل الحق، سر على سبيل الحق وخذ بيده، لكن لا تأتي بسبيل جديد. نعم. أحسن الله إليكم. ولقد تكلموا فما دونهم مقصر وما فوقهم مجسر. تكلموا في أمور العلم وتكلموا في دين الله سبحانه وتعالى، الذي قل عنهم هذا قصر، والذي زاد على كلامهم قد تجاسر وقد طغى. الآن عندك كأس تملأها وصلت إلى الحافة، قد تقل، وإذا زاد هذا الماء فقد طغى، قد تجاوز حده، لا يسمح له بهذا، بلل الأرض وبلل الأشياء، هنا صار هناك تجاوز، هذا التجاوز لا يجوز. فعندنا كلام السلف الصالح، هؤلاء تكلموا في دين الله سبحانه وتعالى، لا تقصر ولا تزد. تقصير، نعم نحن أهل التقصير للأسف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا، لا نستطيع أن نكون يعني ليس الكمال المطلق، لا نستطيع أن نكون بكمال الصحابة، هذا لا نستطيع وهذا صعب علينا، لكن نحاول. تقصير موجود، أنت تريد أن تعالج التقصير بغلو فتصبح فتحاول أن تزيد وأنت لم تصل، فأنت كالذي لو مثال الكأس هذا الذي ضربناه، أنت ثقبت الكأس لتطغى وتخرج خارج الكأس أساسا، أنت لم تصل إلى مرحلتهم حتى تزيد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. ولقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا وإنهم مع ذلك على صراط مستقيم. هنا أناس قصروا وقصروا في سلوك سبيلهم فجفوا، صاروا جفاة وصاروا يعني قلوبهم بعيدة عن أن تهذب بنصوص الشرع وبنصوص الوحي وبسلوك السبيل الصحيح، فصاروا جفاة. وقوم آخرون أيضا تركوا سبيلهم ولكن حاولوا أن يلتفتوا، يخترعوا لأنفسهم سبيلا دينيا، طريقة في دين الله سبحانه وتعالى، لكنهم غالوا فيها. فالأصل أن تسير على سبيلهم. فقال وإنهم يعني السلف لعلى مع ذلك لعلى صراط مستقيم، فأنت لا تذهب يمنة ولا تذهب يسرا، هذا هو الصراط، سر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. فلئن قلت فأين آية كذا ولما قال الله كذا وكذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كتاب بقدر. إذا أي مبتدع يأتيك من أهل البدع، أي شخص يأتيك بمسألة فقهية لم يكن عليها السلف، يأتيك بمسألة من عندي ويقول لك هذا أنا عندي دليل،
دليل. طيب هذا الدليل علمه السلف ولا جهله السلف؟ إن قلت جهله السلف كيف وصل إليك؟ وإن قلت علمه السلف نقول لك علمه السلف هل فهموه بفهمك ولا بفهم يخالف فهمك؟ تقول والله بفهم يخالف فهمي، نقول لك إذن لا نريد فهمك. هذه الآية، هذا الحديث الذي أنت فهمت منه فهما، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. أنت الذي جهلت وهم الذين علموا، فتأخذ بقولهم ولا تحيد عنهم، ولا يجوز لك ذلك. طبعا هو قوله هنا في آخر الفقرة، قالوا بعد ذلك كتاب بقدر، يعني كتاب الله كتب مقادير الأمور وقدرها، هو يعني كان يتكلم عن القدرية في هذه المسألة، لكن هي المسألة والكلام بشكل من أوله إلى آخره هو كلام ينطبق على سائر المسائل. نعم، لكن خصص القدر لأن الفتنة كانت فيه في زمانه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الهروي أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن علي بن علي بن حامد حدثنا عبد الله بن محمد بن منصور حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه أنه حدثه ومحمد بن الحجاج بن أبي قتلة الخولاني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابنه عبد الملك اتخذ الحق إماما. ولا هذه التي كانت لابنه ليست السابقة. نعم، كتب إلى ابنه عبد الملك اتخذ الحق إماما ولا تكن ممن يقبله إذا وافق هواه ويدعه إذا خالف هواه، فإذا أنت لم تؤجر فيما قبلت منه ولم تنج من الإثم فيما دفعت منه إذا خالفك. هنا مسألة مهمة وجميلة، يقول اتخذ الحق إماما، يعني تسير حيث كان الحق، هو إمامك تسير خلفه، ولا تكن ممن يقبله إذا وافق هواه ويدعه إذا خالف هواه. هواك ما تهواه، ما تحبه، ما تريده، ما ترغب به، فإذا وجدت الحق وافق هواك تقول والله جميل وسأسير مع الحق أنا، وإذا خالف هواك تقول هذا لا يقبل وسأفكر فيه، يعني قد أجد لي حيلة، قد أجد لي نص آخر، قد أجد لي فتوى، قد أتحايل على هذه المسألة وأتركها بطريقة ما، إذا لم أتركها ترك مباشرا فعند ذلك أنت تركته إذا خالف هواك. فقال فإذا أنت لم تؤجر فيما قبلت منه، عندما أخذت بالحق وسرت مع الحق لأنه وافق هواك أنت لا أجر لك في ذلك، لأنك أنت سرت خلف هواك ولم تسر خلف الحق لأنه هو الحق، بل سرت خلفه لأنه وافق هواك. فهذه مسألة دقيقة. ولم تنج من الإثم فيما دفعت منه إذا خالفك، أنت دفعت من الحق إذا خالفك، وجدت طريقة لدفعه، أي طريقة؟ قلت قال الإمام الفلاني في الكتاب الفلاني، يا أخي قال الشيخ، أنت ما بحثت عن قول الشيخ لأنك تتابع الشيخ، بحثت حتى وجدت قول شيخ يوافق رأيك، حتى لو كان، على فكرة حتى لو كان، هذه نرجع للمسألة الأولى، حتى لو كان قوله حقا أنت ما تبعته إلا لأنه وافق رأيك، فعند ذلك أنت ما ليس لك شيء، أنت تتبع رأيك وتتبع هواك، فضلا عن أن يكون أساسا هذا القول قول غير موافق للحق وأنت اتبعته، عند ذلك أنت آثم. نعم، أحسن الله إليكم. وليكن علمك علم الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ودل فيه على محابه ومكارهه وعرف الناس فيه أمره ودعاهم إلى كتابه وهداهم إلى كرامته ووقاهم به بأسه وأوجب لهم به رضوانه وأنزلهم به أفضل منازل خلقه عز وجل. سبحان الله. وليكن علمك علم الله الذي أنزله على نبيه، ألا يكفي هذا علم؟ ألا يكفي أن تكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو العلم، مع الفهم الذي فهمه السابقون وسلوك سبيلهم. أكيد ما تقول أنا أخذت خلاص دليل، كما قلنا قبل قليل تأخذ كلام تفهمه فهم خاطئ وتفهمه فهم من عندك، لا لا لا، لكن هنا يقول لك أصل العلم، أصل أصول العلم هو العلم الذي أنزله سبحانه وتعالى على نبيه، هذا هو العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هو العلم الذي لم يجهل من علمه ولم يعلم من جهله. سبحان الله، اللي علم الذي عنده علم الكتاب والسنة هذا لا يمكن أن يجهل، هذا ليس هذا قد حصل من العلم ما يرفع عنه الجهل بل ويضيف له صفة العلم. ولم يعلم من جهله، الذي جهل الكتاب والسنة مهما وصل في درجات أخرى في علوم أخرى حتى لو كانت علوم تسمى شرعية هذا ليس عالما، لأنه ليس عنده العلم الأصلي. أحسن الله إليكم. فآثره على سواه وانتهي عند زواجره، فإن ذلك يحق على من علمه واتبع طاعة الله فيما أوصى به. هو نور الله الذي أنزل وهدى به أولياءه، ومن لم يكن له حظ فيه لم ينتفع بشيء منه وكان في ظلمة ما بقي في دنياه. سبحان الله، لأنه هو النور، الله أنزل إلينا نورا مبينا. طيب أنت تركت النور الذي أنزله الله، هل الأنوار الأخرى إن كانت نورا هل ستضيء لك دربك؟ النور أنت تقتدي بالنور الذي من عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو العلم الذي قال عفوا فآثره على سواه وانتهي عند زواجري. أنت عندك هذا العلم، هذا هو الأصل العلم، تؤثره تقدمه على أي علم سواه، تنتهي عند زواجره. الله نهاك، الله الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك، حذرك لا تفعل كذا، تنتهي تقف. الناس تأتي وتقول هل هو نهي تحريم ولا نهي تنزيه، هل هو مكروه ولا يا أخي انتهي، اترك، الله نهاك، رسوله نهاك، اترك، اعمل ما أمرت به. نعم، وبهذا تكون انتهت هذه العقيدة.